أثارت الفنانة سماح أنور جدلاً وتصدرت قائمة الأكثر بحثاً على محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية بعد تصريحاتها حول رأيها في الحجاب، مبدية عدم اقتناعها بأنه فرض على المسلمات. وقالت أنور خلال حوارها مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج لحظات جريئة: أغطي شعري ليه؟ الأئمة أجمعوا أنه فرض، بس أنا بتكلم عن ربنا والقرآن. القرآن قال إيه؟ مشيرة إلى أن تفسير آية الحجاب جاء من قبل البشر بني أدمين، طب أنا كمان بني آدم، وفسرته بطريقة ثانية. أضافت أيضا: ربنا خلق لي شعري، فهل شعري هو المشكلة ولا عورتي هي المشكلة؟ طب ما أنا بشوف محجبات كتير في الشارع لابسين استريتش. متسائلة هو ده يرضي ربنا؟ تابعت أيضا: أنا ما بشتغلش في الدين عشان أتكلم فيه، أنا ماليش فيه، أنا بني آدم عادي، لو حطيت حاجة على دماغي بتخنق، ماليش علاقة بهو فرض ولا مش فرض، أنا مش متخصصة في الدين. مضيفة أيضا: أنا بني آدم هتولد لوحدي وهموت لوحدي وهتحاسب لوحدي زي كل خلق ربنا، وما تقوليش أعمل إيه، أنت بلغتني المعلومة، متشكرين قوي، مين اللي هيحاسبني يا عم؟ وسيبني مع اللي خلقني. صدم الشعب المصري من تصريحات الفنانة سماح أنور عن الحجاب وتفسيرها لآيات في القرآن، ليأتي الرد من الفنانة القديرة عبلة كامل حيث قالت: الحجاب فرض، الحجاب يزيد من جمال المرأة ولا يضع قيودا ضدها، الحجاب يزيدنا جمالا. وتابعت الفنانة عبلة كامل تصريحاتها موجهة إلى سماح أنور: ما ينفعش تتكلمي عن حاجة مش بتاعتك وتفسري آيات القرآن زي ما انت عايزة، خلي رأيك لنفسك. ويعد هذا التصريح الإعلامي للفنانة عبلة كامل هو الأول والأخير في مسيرتها الفنية، وتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن رد الفنانة سماح أنور على الفنانة القديرة عبلة كامل، حيث قالت لها: خليكي في حالك، انت ست كبيرة ومش عايزة أغلط فيكي. تزوجت الفنانة عبلة كامل مرتين، الأولى من الفنان أحمد كمال وأنجبت منه ابنتين، والثانية من الفنان محمود الجندي، إلا إنهما انفصلا بعد عامين. شاركت أيضا الفنانة عبلة كامل في العديد من الأعمال ليتجاوز 104 عمل فني طوال مسيرتها الفنية.